وصلنا إلى الانفكشن. فبالنسبة تكلمنا عن أنه السكن بطبيعة الحال هو as normal as هو يكون tough and impermeable barrier، يعني يمنع دخول أي فيروس أو pathogenic organism يعني للـ human body كسكن barrier طبعا. لكن في بعض الحالات ممكن تصير حالة البريتشنج، انه دخول بعض او اختراق بعض المايكرو اورجانزم لهذا البارير، فراح تبدي انفكشن. طبعا هاي طبعا انواع البريتشنج هي ما تكون سبول ابريشن اللي حكيناها، بعض السحاجات وال يعني الضربات او السحاجات اللي تاثر على التمزق بالجلد، فيصير دخول لبعض الفيروسات مثل باكس فيروسز، البابلوما فيروسز، الهربس سيمبليس فيروس اللي تكلمنا عنه، ايضا البايتنج من خلال ارثروبود فيكتورز المفصليات بسرعه عامه من ضمن الحشرات، الارثروبود بورن فيروسز او اربا فيروسز، ايضا الفيرتبريت هوست اللي ممكن انه تنقل للانسان، تنقل الانفكشن للانسان، مثل الريبيز فيروس ينقل الرابيد دوجز او اي رابيد انيمالز، اذر رابيد انيمالز، ايضا الهربس فيروس ينقل بعض الحيوانات ممكن انه تخلل للهيومن. كذلك من خلال الانجكتبل، يكون انجكتبل من خلال يعني عبور السكن ويدخل داخل مباشره البلد، البلد سبلاي او البلد سكريشن، مثل البلد ترانسفيوجن في حاله يعني نقل الدم من دونر يكون يعني انفكتد دونر تو ريسبيانت، فراح ينقل الاصابه من خلال البلد مباشره، او من خلال كونتامينيتد نيدلز مثلا، اذا كونتامينيتد نيدلز سواء بالاكابنكتشر او التاتو يعني الابر الصينيه، او بالنسبه للوخز بالابر الصينيه او التاتو الوشم. فهذه الامراض اللي معروفه طبعا الاساسيه الموست دوميننت هي الهيباتيتس بي فيروس والاتش اي بي. نجي نشوف الانواع يعني الفيرال انفكشن اللي خاصه بالسكن، اكو بعضها تكون لوكالايزد مثل ما احنا قلنا، اكو بالريسبيرتوري او بالجي اي تي، اكو لوكالايز واكو سيستماتيك او سبريدنج. يعني فاللوكالايز او الفيروسات الفيرال انفكشن اللي تسوي لوكالايز ديجن هي البابلوما فيروس. طبعا عندنا مجموعه كبيره من البابلوما فيروس اللي حوالي 70 تايبس تقريبا، عندنا حوالي 4 إلى 3 انواع المهمه الرئيسيه ممكن تسبب لنا، سواء كانت تسبب لنا الواردز او ممكن انه ايضا تسبب لنا بالنسبه للفيمال قد تسبب لنا يعني هيومن بابلوما فيروس يؤدي الى السيرفيكال كارسينوم. عندنا ايضا الموليسكوم كونتيجوزم، ايضا واحد من السكن فايرال انفكشن تؤدي الى اللوكالايز ليشنز، لكن هناك كثير من الفيروسز اللي تكون سبريدنج تو اذر سايتس. عندنا خاصيه بالنسبه للفيروسات اللي تضربنا الابيديرمال لاير دائما تكون لوكالايزد. ليش تكون لوكالايزد؟ بيكوز ذا ابيديرمال لاير از ديفويد فروم اوف بلاد فيسلز اند نير فايبرز، فما بيها لا بلاد فيسلز ولا فايبرز. واحنا ايش قلنا بالمحاضره السابقه بالباثوجينيسيس، شنو طرق انتقال الاصابه مثلا عاده من مكان الى اخر بطريقه أحسنت حسين ورجاء. نعم، من خلال الهيماتوجينواس يعني البلد سبلاي، وكذلك من خلال النيرف سبلاي. فهاي الطريقين الرئيسيين. إذا ما موجودة هاي لا نيرف سبلاي لا نيرف فايبرز ولا بلد فيسلز منطقة الابيديرمال لاير، إذا راح يكون الفيرال انفكشن في هاي المنطقة يكون يبقى لوكالايزد. So the virus that infect epidermal cell tend to be stay as localized, while the other viruses that can introduce or infect the dermis. Dermis هنا مع الحالة الدرس باعتبارها أنه تحتوي على blood vessels وممكن بها أيضا lymphatics والdendritic cells، هاي خلايا بعض الخلايا المناعية اللي dendritic cell اللي خلايا تشجرية أو الماكروفاج. هي طبعا بالأساس هي هاي lymphatics اللي بها يعني النوعيه اللمفاويه ممكن ان تنتقل من طريقها او من خلال بلد فيسلز، من خلال ايضا الدندريتك سيل الماكروفيج اللي هي بالاساس هي ديفنس بالديفنس ميكانيزم اللي هي عمليه الانجلفمنت،
لكنه في هذه الحالة ممكن بعض الفيروسات تستغل هذه الـ use this cells as to transport or transmit through the body by and spreading فتسوي لنا systemic infection. بعد بعض الفيروسات طبعا تكون يعني تعبر للدم او للبلاد تكون فري، احنا قلنا بعضها تكون فري بالبلازما وبعضها تكون associated with particular cell مثل ما شرحنا في المحاضره السابقه. فهذه اللي موجوده بعض الفيرال انفكشن اللي تكون associated with specific cells مثل التي لمفوسايت، مثلا عند البي لمفوسايت، مثلا الماكروفيج الليمفوسايت النيتروفيل مثلا، تكون هاي ترتبط بها وتنتقل من خلال البلاد الى مناطق مختلفه اخرى spreading to another area to cause systemic infection. طبعا بالنسبه لبعض الفايرال انفكشن اللي اورجينيت باي انذر روتس، هذا عندنا الميزلز اللي هو الحصبه، فيروس الحصبه اللي هو الاساس طريقه انتقاله مثل ما اسلفنا بالذكر بدايه المحاضره اليوم انه من خلال الريسبيراتوري دروبلتس، تذكروها طلابنا. نعم هو وبعد يا فيروس فوكس فايروس وروبيلا روبيلا والتشيكن بوكس روبيلا والتشيكن بوكس والروبيلا والميزلز. هاي الفيروسات الثلاثة ممكن عندي هنا خصوصية الميزلز فيروس بينهم من خلال ريسبيراتوري دروبلتس ولكن ظهوره بالسكين، فممكن انه وبقية الأعضاء ممكن يسبب لنا طبعا هنا يعبر من خلال الاندوثيليال سيلز ويوصل للسكين وبالتالي ممكن نشوف الليجن اللي هي الراش خاصة بال الميسلز. عند هاي الليجنز اللي قاعد نشوفها الليجنز اللي ممكن انه نشوفها بال يعني بالسكن فايرال انفكشن، الليجن الاولى اللي هي طبعا هاي تكون عباره عن سكن راش، ممكن تكون على شكل ماكيول تكون بابيول فيزيكلز باستيول. الماكول هي وكأنه نسميها يعني هاي مجرد تغير لوني قاعد نشوف انا المؤشر، تشوفوا طلابنا هذا المؤشر هسه عندي ماكول هو عباره عن تصبغ في منطقه الجلد يعني يصير بلد فيسل دايليشن، فالخلايا الدم الحمراء هنا راح تتكسر وتسبب لنا هنا في نوع من التصبغ لمنطقه منطقه بالسكن هذا نسميه ماكول. طبعا هنا عندي البابيول هذا الماكيول which are caused by local dilation of dermal blood vessels، لان الدرمس عنده بيها blood vessels فهاي المنطقه اللي بيها blood vessels راح يصير dilation يعني هنا راح يصير يعني تمدد في الاوعيه الدمويه الموجوده وبالتالي ترشح بعض خلايا الدم وتكسرها وبالتالي ممكن انه يصير تصبغ في هذه المنطقه. فماكيول هي واحده من الليجن، هاي ما تصير بها ارتفاع على مستوى الجلد وانما هو من ضمن الجلد لكن بها تصبغ لوني فقط. البابيول الحطاطه يسموها البابيول اكر اف اديما اند سيلولار انفلتريشن بريزنت ان ذا اريا، هاي المنطقه قاعد نشوفها هسه هاي منطقه بها يصير فلتريشن للاديما وسوائل راح تكون سوائل في المنطقه هنا بالاضافه الى ترشح بعض الخلايا او يعني انواع الخلايا اللي موجوده هنا راح تكون في هذه الليجر فنسميها البابيول. الفيزيكلز تصير اوضح، الفيزيكلز هنا راح يصير شنو بالاضافه الى الديرمس منطقه الابيديرمس راح يعني تتاثر ايضا، منطقه الابيديرمس يعني ترتفع للاعلى مستوى الاعلى فتصير مرتفع على مستوى الجلد اكثر مما موجوده بالبابيول. فهنا راح يصير ايضا وجودها طبعا بها فلويد وبها ايضا ترشح لبعض الخلايا الموجوده بالاضافه الى ممكن انه تصير هاي الحاله تصير تتحول الى باستيول يعني البيجيكول تتحول الى باستيول اذا كان اكو فد انفلاماتوري رياكشن يعني اكو حاله التهابيه يعني خلايا التهابيه نسميها بوليمورفو نيوكليار ليكوسايتس خلايا دمويه بيضاء اللي هي خلايا التهابيه. يعني في حاله ان وجود فقط فلويد وسيلولار فلتريشن في منطقه الديرمس وارتفاعها على مستوى الابيديرمس ممكن نشوفها على شكل فيزيكلز، لكن اذا ضمنت بعض الخلايا الالتهابيه تتحول الى باستيول. ممكن طبعا هاي احنا عندنا
ارتفاع على مستوى الجلد بالنسبه للباستول والفيزيكال يكون جدا واضح. عندي ايضا ممكن يصير السريشن واسكابينج بالنسبه للتقشرات والسريشن تقرحات في منطقه اللي بها السكين ديشن نتيجه وجود هيموريج وكوبيتيكال راش راح يصير في هذه المنطقه، فراح يصير مور سيفير انفولفمنت للديرمال فيسلز، يعني هنا راح يصير فد يعني البروجنوسيس يصير والكومبليكيشن يكون باد بروجنوسيس، اي حاله هيموريج وبيتيكال راش راح تكون في منطقه اوسع واكثر. طبعا كل فيروس له خصوصيته، يعني الهربس فيروس له خصوصيته بالفيزيكلز اللي موجوده ومكاناتها، التشيكن بوكس ايضا مكانات اللي يبدا وين يكون في منطقه الاركلر اريا ويسبب في يعني ينزل مثلا ممكن اذا بالروبلا ايضا الابلن اريا ما بق ما خلف الاذان وبعدين ينزل الى مستوى الوجه والاطراف. تشيكن بوكس يصير في منطقه الصدر الباطن تقريبا، ممكن يصير في وجه ايضا لكن حالات قليله. فاذا عندنا هاي الليجن العامه اللي ممكن نشوفها باي فايرال سكن ليجن او فايرال سكن انفكشن، ليست كلها ممكن نشوفها sometimes one or two of this lesion او قد يكون فقط only one type of lesion can be seen by or within the viral specific viral infection or skin viral infection. لحد الان طلابنا المعلومات واضحه بالنسبه لتوزع السكن ليجن؟ واضحه دكتور. نعم نعم واضحه دكتور. نعم عندي هاي ايضا تصبغ الاول، هنا انا قاعد اشوف على مستوى الجلد هذا ماكيول، الماكيول عباره عن فقط عن تصبغ لوني لتوسع بالاوعيه الدمويه الموجوده في المنطقه، فبالتالي تكون مميزه كماكيول. هاي عندي ايضا بعضها تكون كماكيول مجرد بس تغير لوني، وقسم من عندها صار بها متحوله الى طبعا هنا أنا تقشرات صار سكيبنج، تقشرات في المنطقه يعني متحوله الى فيزيكلز وبالتالي تقشر في المنطقه. نعم لان اكو فد بلد صار هيموريج منطقه بها هيموريج. بالنسبه للتصبغ فقط لون ما بيفد يعني لون على شكل يعني لون واضح يكون براونش تقريبا. بالنسبه للالسريشن يكون ممكن نشوف تقرحات ممكن يصير هيموريج في هذه المنطقه. اذا كانت الباستول فتشمل لنا ايضا وجود البولومورف نيوكليار ليكوسايت سيل باعتبار ان كورسات حاله التهابيه بالاضافه الى وجود الليجن اللي هو الراش او الفيزيكلز. هاي عندي فيزيكلز واضحه مرتفعه على الديرمس والابيديرمس، يعني مرتفعه على مستوى الابيديرمس وهنا تكون بها فلويد بالاضافه الى انه ترشح بعض السيلولار انفلتريشن للهاي فتكون مميزه بالنسبه للانفكشس فيروس از نوت شيد فروم ذا ماكيول. اذا الليجن كانت ماكيول بابيول اللي هي مجرد انه اما تصبغ لوني او انه مجرد يعني دايليشن للبلاد فيسلز في منطقه الديرمس بدون وصولها للبيديرمس فهاي هنا ما بيصير شيدنج. ليش؟ لانه المنطقه ما بيها فلويدز والفيروس عاده يتواجد وين؟ في منطقه الفلويدز. فاذا عندي اذا في حاله الماكيولار بابيلار راش حاله المسلز مثلا راح يكون اسوشيتد وذ اربا فيروس انفكشن، حاله الاربا فيروس انفكشن فما يصير بي شيدنج. يعني شيدنج شنو الشيدنج طلابنا؟ شنو الشيدنج؟ من يقول شنو معنى الشيدنج؟ اخذناه بواحده من مراحل الباثوجينيسيس طلابنا الشيدنج يعني يطلع الفيروس للفيروس للفيروس. احسنتم احسنت حسين محمد. نعم نعم بالنسبه للشيدنج انه الفيروس له قابليه انه يصير له طرح من سوائل الجسم سواء كان من السكين ممكن يصير له من طبعا فيكال اورال اذا حاله الفيكال اورال مثلا الجاستر تراكت بالنسبه للريسبيرتوري تراكت ايضا ممكن انه يصير شيدنج. فهذا الشيدنج بعض الحالات البوليمايلايتس الحالات المصابه مثلا بالبوليمايلايتس او بالنسبه للروتا فايروس نشوف الشخص مثلا هو يعني وصل لمرحله السيلف ريكفري لكنه شنو الفيروس لا زال يصير له شيدنج. فهاي مرحله الشيدنج مرحله مهمه جدا بانه يصير مينتيننس او مينتينينج ذا فايروس انتو ذا بابليك، يعني يبقى الفيروس بالبابليك وينتشر ضمن البابليك.
معظم الفيروسات اللي تصيبنا الجهاز الهضمي او السكين تكون يعني اللي بيها فيزيكلز تكون بيها شيدنج، يعني ساعدنا مثلا بالنسبه الى الهربس سيمبلكس مثلا ممكن انه يعني من خلال الفيزيكل الموجوده اذا كان مثلا يعني صار سحجه بالنسبه الى منطقه الفيزيكلز والفلويد فممكن انه ينتقل من خلال هذا او انه بعض الفيروسات الاخرى ممكن انه البوكس فيروس ايضا ممكن انه ينتقل الفيروس من خلال يصير له شيدنج فينتقل الفيروس ايضا كونتاكت ذات كونتاكت. منطقه البازيكولا باسكولار راش اللي هي مثلا عندنا في حاله البوكس فيروس الهربس سيمبلكس فيروس راح نشوف هاي تايتر للفيروس وين بالفلويد الموجود بالبازيكولا، لان يعني عندنا قلنا البازيكول بها فلويد بها ادمه بها انفلتريشن، الباستور كذلك بها ادمه بها انفلتريشن بالاضافه الى شنو البوليومورفو نيوكليير ليكوسايتس. فهاي الليجن تو ليجن اذا موجودات عندي معناته هذا الفيروس اللي موجود ممكن يصير له شيدنج وممكن انه ينتقل من خلال الدايركت كونتاكت. So they are able to initiate infection by direct contact with other hosts. واضحة اللاب فرق ما بين المكلر بابلر راش والبازيكولر باستولر راش. واضح؟ عندها دكتور. عندي نعم، عندي إذا كان الليجن ماكيول بابيول. الماكيول عبارة عن فرق يعني تصبغ لوني باعتبار أنه راح يصير عندي dilation بالblood vessels الموجودة بالمنطقة فيصير تصبغ لوني، يعني ما عندي فد ليجن هنا مرتفع على مستوى السكن ولا عندي مثلا بها أديما ولا infiltration للسلولار يعني للسلولار infiltration ولا عندي بها مثلا فد فلويد. ايضا البابيول نفس الشيء ما بيها فلويد فلذلك ما بيها فيروس، يعني داخل الليجن هنا ما هو فيروس فبالتالي ما ممكن ان يصير له شيدنج من خلال هاي المكلر بابيلر راش. مثل حاله الميزلز عندنا فممكن انه يصير او بحالات يعني الاربا فيروسز او الميزلز ما بيها ما يعني شيدنج باعتبار الليجن هي ماكيول بابيول اللي ما بيها فلويد ولا بيها سيلون فلتريشن فالفيروس هنا ما يتواجد، لان الفيروس لازم هنا اكو فد فلويد او فد خلايا معينه تحت يعني يكون موجود بها الفيروس فبالتالي هنا ما يصير حاله الشيدنج. حاله الشيدنج وين تصير؟ اذا كانت الليجن هي فيزيكال باستيول يعني فيزيكولار باستيولار راش. هاي وين نلقاها؟ في البوكس فيروس والهربس سيمبلكس فيروسز. راح نشوف امكانيه الشيدنج باعتبار اكو هاي تايتر بالفلويد هاي تايتر للفيروس بالفلويد الموجود بالفيزيكال او الباستيول. من امثله تمثل عند البوكس فيروس الهربس سيمبلكس فيروس عندي مثلا انواع الهربس سيمبلكس فيروس طبعا تايب 1 تايب 2 بالنسبه للشنجلز ايضا ممكن انه قابل فيزيكلز لكن الشنجلز باعتباره هو حاله يعني ريكا يعني ريأكتيفيتد نسمه ريأكتيفيتد فايرال انفكشن باعتباره اساسا كان موجود تشيكن بوكس وصار لأميونا سبريشن ورجع مرة ثانية باعتبار كان هيدن بالروت أوف جانجليا فهذا استثناء. أما بالنسبة للهربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وتايب 2 ممكن ينتقل البوكس فيروس. واضحة حاليا؟ دكتور عاش تيدك يعني عاش تيدك نعم عاش تيدك دكتور. شكرا. إذا قلت لكم السؤال مثلا which one of the following viruses include shedding of viruses through the lesion or skin lesion. وذكرتكم مثلا على سبيل المثال قلت لكم measles قلت لكم اربع viruses قلت لكم مثلا يعني على سبيل المثال shingle مثلا البوكس فيروس فيا هل اللي يكون بالشيدنج؟ بوكس فيروس احسنتم البوكس فيروس شيدنج او الهربس سيمبلكس اذا مثال او بالعكس اعطيكم سؤال all the following viruses are including shedding of through مثلا skin lesion except فالاستثناء هو راح يكون الجواب الصحيح. واضح؟ واضح دكتور. نعم عندي خلصنا من الريسبيراتوري ومن الجي اي تي ومن السكن انفكشن نجي الى فالجانب مهم اللي هو السي ان اس CNS Central Nervous System. طبعا انتقال
الانفكشن بالنسبه الى البرين او من خلال اي طريقين نفس الطريقه اللي قلناها، اما هيماتوجينوس او نيورونال سبليت. اذا الفايرال انفكشن اولويز كونسيدرد از سيريس ماتر. ليش سيريس ماتر؟ ليش من يقول لي راي صاوي بس نعم ممكن توصل للبرين وبالتالي يسوون انسفلايتس يكون ايرفرسبل. نعم الانفكشن بالسنترال نيرفس سيستم عاده تكون فاتال مو مثل بقيه السيستم. احسنت محمد، احسنتم طلابنا الاعزاء، انه يكون فيتال او يكون يعني اما يؤدي الى ديسابيلتي واما يؤدي الى الديث. فبالكل الاحوال اذا وصل الانفكشن للبرين، البرين عاده البرين سيلز تكون يعني irreversible، ما ممكن انه يعني ترجع مره ثانيه خلايا الدماغ يصير لها ريكفري، مو مثل الانتستين ممكن الليفر اورجنز. اذا وصلت الانفكشن للبرين فالحاله انه تكون الاندنج اما كون ديث او ديسابيلتي. فشلون توصل الفيروس كان جين اكسس تو ذا برين باي تو روتس. Firstly, by blood stream or hematogenous spread. Secondly, peripheral nerve fibers in neuronal spread. إذا هذه الطريقة الرئيسية هاي بالسبريدينج لا ثالث لها، هما اثنين، إما هيماتوجينوس وإما نيورونال سبريد. النوع الأول البلد سبريدينج may occur by إما من خلال through endothelium of the small cerebral vessels يعني يعبر من خلال الدم، يعني البلد سكريشن أو البلد سبلاي من خلال الاندوثيليال اللي موجودة وين؟ بالسمول سيربرال بزلز اللي هي الاوعيه الدمويه الموجوده بالمخيخ او المخ، فممكن تعبر الى الدماغ وتوصل وتسبب لنا الانفكشن. او ممكن الباسيف ترانسبورت اكروس ذا فاسكولار اندوثيليوم. تذكرون الباسيف ترانسبورت، شنو الباسيف ترانسبورت؟ دكتور ما يحتاج انرجي، يحتاج اي تي بي او انرجي، يكون من الهاي بوست. لا فرق الجراديانت يعني يعتمد على فرق الجراديانت. سمبل ديفيوجن صحيح، فرق الجراديانت يعني بالمن هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن. عاده شنو اللي يعبر لي للدماغ؟ اللي يعبر للدماغ هي عاده اللايبوفيليك. نعم اللايبوفيليك انشارجد النون بولر او النون تشارج. اغلب شيء اللي يعبر هو طبعا بالنسبه الى الليبيد سولفر، الليبيد سوليبل ماتيريالز، يعني عندنا مثلا المواد اللي تكون ك اي تي بي ممكن يعبر، مثلا المواد اللي بالاكسجين يعبر، المواد ممكن اللي يكون قابله للذوبان في الدهون باعتبار هو البرين يكون ينتهي الخاصيه لبعض المواد. الواتر سوليبل ماتيريالز نادرا جدا ما تعبر الا في حالات يصير بريتشنج او يصير يعني خلل بهذا. فعندي بعض المواد اللي ممكن تعبر كباسيف ترانسبورت، ممكن انه هنا الفيروس ياثر لي يسوي خلل بهذا النظام يعني فيعبر من خلال هاي الخاصيه الباسيف ترانسبورت، يعبر من خلال عبوره للباسكولار اندوثيليوم. ايضا من خلال الكورويد بلاكسس، هاي عندي الكورويد بلاكسس هاي اللي عندي الموجوده اللي تنتج لي السيربرا سباينال فلويدز، هاي اللي بشرها واضح التاشير؟ واضح دكتور. هاي المنطقه تقريبا روز كلر، روز كلر، هاي هي الكورويد بلاكسس، هاي تنتج لي السيربرا سباينال فلويد، فممكن الفيروس من خلالها ينتقل الى البرين. ايضا ممكن انه ينتقل الى البرين من خلال الدم، ايضا من خلال المونوسايت، خلايا المونوسايت او الليكوسايت او الليمفوسايت. قلنا بعض الفيروسات تكون اسوشيتد وذ سبيسيفيك بارتيكولار سيلز، فمن خلالها ممكن تنتقل الى منطقه البرين كمونوسايت، ليكوسايت، اي ليكوسايت مثلا سواء الليمفوسايت او تكون مثلا النيتروفيل، مثلا ممكن اي نوعيه من انواع الخلايا اللي هي الليكوسايت بصوره عامه او الليمفوسايت بصوره خاصه. فعندي مجموعه من الفيروس تنتقل. هذا الطريق الاول للبلد سبريدنج من خلال هاي الاحتمالات. Once the blood-brain barrier is breached, more extensive spread throughout the brain and spinal cord is possible. إذا عندي
باعتبار عندي اكو بلاد برين بارير. هذا البلاد برين بارير حاجز موجود ما يسمح الا بعبور بعض المواد اللي تكون مفيده نيوتريانت، المادة الغذائية الأكسجين، بعض الليبيد سوليبل ماتيريالز اللي تكون مهمة مغذية يعني خلايا الدماغ. فبالتالي هذا البلاد برين بارير يمنع دخول أي مادة أخرى. لكن في حالة اكو بريتشنج يعني فايرال انفكشن وصلت، أو حالة مثلا ضربة مثلا سحجة كذا، ممكن حادث معين لا سمح الله، فبالتالي هذا البلاد برين بارير إذا صار له بريتشنج ممكن أنه تعبر يعني extensive spreading للبار infection، أو مثل bacterial infection ممكن يصير، فتعبر إلى spinal cord والبرين. الطريق الآخر اللي هو من خلال peripheral nerves، virion can be taken up at sensory nerve or motor ending. إذن عندنا طريقة، إما من خلال sensory nerve الأعصاب الحسية أو الحركية، ممكن انه من خلالها. طبعا انت تعرفون الخلايا العصبيه شلون تكون، خلايا عصبيه بها دندرايتس بها اكسونز، فمن خلال محاور الخلايا العصبيه من خلال التشجرات الموجوده تنتقل الاصابه مثلا من خليه الى خليه اخرى الى ان توصل مثلا الى البرين، او من خلال بعض الخلايا اللي تكون سانده للجهاز العصبي اللي هي مثل شوان سيل، هاي شوان او جليال سيل، تذكروها الجليال سيل تذكروها دكتور، خلايا الدبق العصبي السانيدة للنيورونز. بوليوما فيروس ممكن يستغنى، أحسنتم. هاي موجودة الجليال سيل، موجودة أيضا بالجهاز العصبي، تكون سبورتنج خلايا ساندة وليست خلايا عصبية. أيضا شوان سيل ممكن أنه يصير يعني تنتقل الإصابة من خلال هاي الخلايا. عندي مثلا الهربس فيروس ينتقل عبر المحاور مال الخلية العصبية، ترافل ان اكسونز to be delivered to the dorsal root of ganglia. هذا شلون طريقة اللاتنسي، تذكروا اللاتنسي من حكينا، تكلمنا عن اللاتنسي الكمون، تذكرون احنا جزء ان شاء الله بالمحاضرة الحضور هم ارجع لكم مرة ثانية. latent infection بعض some viral infection after primary infection they will not be cleared or recovered completely، يعني ما يصير clearance. احنا قلنا عادة بالنسبة للفيرال انفكشن most of viral infection يصير clearance، يعني شنو clearance؟ يعني يتخلص الجسم من كل الفيروسز الموجودة فيصير self recovery. some viral infection the virus will be persist، بعض الإصابات ممكن الفيروس يصير persist يبقى داخل الجسم، اما قد يكون chronic حالة chronicity، بعض الفيروسات تكون يعني ممكن تظهر بحالة الكرونيسيتي فيبقى داخل الجسم. بالنسبة للتايتر قد يكون ظاهر أو ضعيف جدا زين، لكن ممكن إذا أخذنا عينة ممكن نشوف أكو تايتر للفيروس. إيش وقت تظهر الأعراض؟ من يصير أي حالة إميون سبريشن ممكن يصير، أو حالة ميكست إنفكشن، أو أمور أخرى ممكن تأثر فيطلع يصير يعني ترجع كرونيسيتي كرونيك انفكشن. أكو حالات الليتنسي، حالات أخرى هي الليتنسي، هاي تختلف. هاي بعض الفيروس specific viruses that will lead to be hidden or cryptic، يعني تختفي أو تختبئ في مناطق معينة، هاي اختبائها مثلا تنتقل من خلال الأكسن من محاور الخلية العصبية، وين تروح؟ من خلال البريفيرال نيرفز تروح للدورز روت أوف جانجليا. زين، هذا جذر الخلية العصبية راح تبقى بي وتصير هيدن مختفية. هنا إذا أخذ عينة من المريض ما ألقى أي تايتر للفيروس، واضح؟ ما ألقى أي تايتر، لكن من يصير من السبريشن يرجع الفيروس وين؟ إلى مكان الأصل اللي يشتغل عليه. يدخل الفيروس مثلا من خلال على سبيل المثال الهربس سيمبلكس فيروس، الهربس سيمبلكس تايب 1 يضرب لنا اللبس والفم، يعني يصير جنجيفايتس والتهاب اللثة مثلا يصير، ممكن يصير التهاب الفم، ممكن يصير ايضا لابياليس او التهاب يعني حتى منطقة الشفة ممكن يصير، بالعين ممكن يصير. هذا من يصير برايمري انفكشن في بعض الحالات الليجن تكون ضعيفة ما واضحة، ياخذ فترة يروح يستقر وين؟ بالروت اوف جانجليا. من يصير اي اميونو سبريشن، اي انخفاض مناعي وتاثير مناعي يظهر لنا
يرجع مرة ثانية يعبر ينزل من الدرز الجانجلية ويعبر على البرفرال نيرفز ويروح لمكان الأصلي اللي دخل من عنده، فيظهر لنا الانفكشن بصورة أكثر قوة. ممكن نلقاها بال هربس سيمبلكس فيروس تايب 1 اللي يسميه لقمة الحمى، أو ممكن نلقاها أيضا بالشينجلز بالحالات اللي تكون بها أميونو سبريشن، لأن الفيروس بالأصل تشيكن بوكس بعد ما صار ريكفري للطفل اللي انصاب بالتشيكن بوكس راح يستقر الفيروس وين؟ بالدرس روت اوف جانجليا. ومن يصير اي من السبريشن في حاله الادلهوت ممكن يرجع يصير انفكشن اللي هو الشينجلز، راح يكون حسب مكان الديرماتوم المتاثره. هنا الديرماتوم منطقه عصبيه راح تتاثر بما سحجه، اما سيرجيكال اوبريشن، شخص مثلا صارت العمليه سيرجيكال اوبريشن وصار يعني فد ضرب هاي المنطقه العصبيه، فراح يصير تهيج للفيروس اللي موجود يرجع مره ثانيه يشتغل في هاي المنطقه. طبعا بعض الفيروس ممكن تشتغل اكثر من طريق، الطريق الاول او الثاني مثلا او اثنين. The virus may be utilized more than one routes of to spread. الفيروسات اللي ممكن تشتغل هاي الطريقه مثلا عند الهربس توغا الفلافي، اذا هربس فيروس توغا فيروس الفلافي فيروس انتيرو رابدو بارامكزا فيروس والبونيا فيروس كان انفكت ذا سنترال نيرف سيستم اند كوز مننجايتس انسفالايتس اور بوث. يعني هذا البروجنوسس مالتنا او الكومبليكيشن يكون مننجايتس او انسفالايتس، وبالتالي التاثير النهائي راح يكون اما ديث او ديسابيليتي عاده. بالنسبه للسي ان اس واضحه طلاب المعلومات، اذا عندكم اي سؤال بالنسبة لطريقين الـ spreading ونوع الفيروس. نعم. بالنسبة للإنسفالايتس عادة السبب by herpes simplex virus is the most common cause of sporadic encephalitis in human. بعض الحالات تكون حالات sporadic يعني حالات فردية، مو حالات مثلا فد انفكشن جنرال انفكشن يصير يعني بالببليك، لا يصير حالات ممكن تصير حالات شنو سبوراتيك كيسز يعني حسب البروجنوسيس. مو كل حاله هربس سيمبلكس فايروس البروجنوسيس مالته هو انسفلايتس، حسب مثلا اذا صار كومبليكيشن ما صار علاج لا صار مضاعفات معينه ممكن تصير. الباثولوجيكال رياكشن تو سيتوسايدال بار انفكشن اوف ذا سنترال نيرف سيستم انكلود ذا بروسس ادي بعض السيتوسايدال بار انفكشنز، من ضمنها طبعا عندنا الهربس سيمبلكس ومن جماعه السيتوسايدال. سيتوسايدال شنو معناته سيتوسايدال طلابنا؟ يعني تقتل الخلايا. نعم. سايتو خليه وسايدال قاتله. احسنت. لايتك فيروسز او سوتلايتك فيروسز فيروس احسنت. نعم. هاي تكون تسوي لايسز للخلايا، فاحنا قلنا قاعده عامه باستثناءات، كل لايتك فيروسز يؤدي الى ديث او ديسابيلتي ليش؟ لان يحطم للخلايا خصوصا اذا خلايا عصبيه بعد اكثر، لكن اكو استثناءات طبعا. اذا عندي بالنسبه للباثولوجيكال التفاعلات المرضيه الموجوده على المستوى الخلوي راح يصير نكروسز انفلاميشن اكو فاجوسايتوسز ممكن باجليال سيلز يسمون حاله النيورولوجيا او نان نيورونال سيل، لانه عدد الجليال سيل هنا راح يصير شنو؟ خلال الجليال سيل هي ليست خلايا بالاصل عصبيه وانما يسمونها نيوروجل اللي هي نان نيورونال سيلز. فممكن انه تصير هاي الحالات اللي نتيجه الانفكشن يصير نكروسز انفلاميشن او الفاجوسيتوسس من خلال الجليال سيلز. عندي البوست انفكشس انسفلايتس مثلا بعد ما تصير حاله الانسفلايتس بوست يسمونه بوست انفكشس انسفلايتس، يعني حاله التهاب الدماغ ما بعد الاصابه اللي هي المزلس. عاده هي المزلس حاله اصابه جلديه وممكن تصيب بعض الاعراض الاعضاء، لكن اكو بوست اكو يعني بروسيدنج بالنسبه للانفكشن فممكن توصل الى الدماغ وبسبب من الانسفلايتس. هاي ممكن ايضا بعد الروبيلا انفكشن ايضا ممكن تصير. هاي شنو الاعراض مالتها او المواصفات مالها؟ كاركترايز باي ديمارينيشن وذاوت نيورونال ديجنريشن اند از بروبلي از ان اوتو اميون ديزيز. هنا عندي ديمارينيشن، المايلين هو اللي الغمد يغلف لي النخاعين او
يعني الخلايا العصبيه الموجوده. فهذا يغلف لي اذا صار انسلاخ لهذا الجسم، اذا صار انسلاخ لهذا الغمد او الخاعين، بالتالي راح يصير العصب قابل للتهيج باي لحظه. طبعا ما راح يصير عندي تنكس بالخلايا العصبيه، لكن يصير شنو؟ ممكن تهيج يصير بيه باعتبار المايلين ان صار انسلاخ بيه. فممكن يتعرض الشخص الى اي اوتو اميون ديزيز نتيجه هذا. نعم. النيورو ديجنريتيف ديسوردرز ممكن تصير في حالات معينه ايضا. تتذكرون طلابنا الاعزاء، تتذكرون اكو مصطلح البيون اللي اخذناه؟ اي نعم دكتور. بيريون هو شنو البيريون؟ هو بروتين complete. نعم احسنتم احسنتم. اذا هو عباره عن، هو ليس فيروس وانما عباره عن بروتين انفلوب، بروتين ممبرين، عباره عن انفلوب، انفلوب كبروتين فقط، لا بي نيوكليك اسيد ولا بي ليبيد ولا اي شيء. مجرد انه شنو نتيجه شنو؟ انا شرحت لكم اياه، نتيجه شنو يطلع هذا البريون؟ شلون نشأته او سسبكتد توقع النشاه مالته شنو؟ طبعا هو يصير اكثر شيء اما بالهيومن او مثلا بعض الانيمالز اللي تصير، مثلا عندنا تذكر كريزي كاو سيندروم مرض جنون البقر اللي صار، ممكن الكيورو اللي موجود في بعض القبائل الافريقيه اللي يعني اكلت احتمال فيروس يعني وفقد النيوكليك اسيد وبقى بس بروتين وصار انفكشيس. نعم. هو طبعا هو طبعا بالنسبه للاحتمال الاكبر بانه هو ميوتيشن لنفس الخليه، ميوتيشن لنفس الخليه السوماتيك سيل الموجوده عندنا للهوست، هي واحدة من الفرضيات. فرضيات أخرى بعد يعني أنه فيروس مثلا نسيت أثناء الريبليكيشن مالته يصير إكسبريشن بس للجين اللي تتضمن هنا عندي هو كلامك بوجهة نظر علمي محمد صحيح، يعني ممكن تصير، لكن احنا قلنا الحالات اللي الأبنورمال ريبليكيشن عددناها اللي هي ديفكتيف مثلا انكمبليت سيدوفريون، هاي هنا راح ما تكتمل الريبليكيشن، ما تكتمل الريبليكيشن فما راح يصير انفكشن. هنا اكو انفكشن، الانفكشن شنو تصير؟ اكو ديسوردر موجوده، لكن شنو شافوا بانه هاي النماذج البريون احتمال كبير انه نتيجه التغذيه غير الطبيعي الاب نورمال نيوتريشن بالنسبه مثلا يعني ليش تنتشر حالات سبوراديك مو حالات مثلا يعني كونتاجيوس او مثلا هاي انسيدنس او بالنسبه للببليك؟ لانه ضمن مجموعه معينه من الحالات المحدده، مثلا بالبشر يصير جماعه اكله لحم البشر باعتبار ياخذون بروتين بشري، ياخذون يعني البروتين البشري مباشر يستهلكوه اللي هو اللحم والبروتين البشري، فبالتالي الخلايا الخاصه بالهيومان يعني الميتابوليزم مالته الطبيعي، ميتابوليزم مثلا للميت مالت الانيمال مثلا يعني للنباتات يعني بروتينات غير الهيومان. اما اذا اخذ هيومان فراح يصير الميتابوليزم غير طبيعي، فراح يصير ميوتيشن بالنسبه للخليه الهوست، ونتيجة يعني فد تكرار هاي العملية لفترات طويلة ممكن ينشأ هذا البريون الموجود، فيسبب إن حالات نيورو ديجنريتيف ديسوردرز نسميها slow viral infection، slow virus infection اللي تكون دائما fatal، دائما تكون fatal اللي هي سببها البريون. هاي يسمونها atypical slow virus infection. ليش؟ لأن سببها ليس فيروس يعني ستاندرد فيروس او تيبيكال فيروس، فتصير هاي حاله نيورو ديجنريتيف ديسوردرز. ممكن هاي تصير حاله يعني ممكن هاي تصير حالات النيورو جينيتيك او نيورو ديجنريتيف ديسوردرز، حالات بعض الفيروسات نسميها تيبيكال سلو فيروس انفكشن.
هاي من السبب مثلا عندنا بالروبيلا ممكن تصير، ممكن عندنا تصير بالميزلز، ممكن ايضا كعقابيل او كبروجنوسيس. اذا بصوره عامه اذا لقينا هاي موجوده في حالات اتيبيكال فهو مجموعه البريون اللي حكينا عليها، الكورا والكريزفولد وغيرها، والكريزي كاو سندروم وغيرها، والسكريبي تذكروها. بالنسبه للهيومان كورا والكريزفولد يعني هذا كمثالين عليه. الفيتشر اوف ذيس انفكشن انكلود لونج انكوبيشن بيريود مانث اوف يير. شوف ياخذ فترات طويله، ياخذ فترات طويله توصل لسنوات طويله يلا تظهر عندنا هاي الحالات، اللي لانه تشمل لنا في ميوتيشن للخلايا الموجوده. فلذلك كان السسبكتد ريزن هو الميوتيشن للخلايا الموجوده، او انه مثلا عندنا بعض الكاوز الابقار ممكن تتناول ايضا علف او قصدي بروتين حيواني من نفس هذا، سواء كان مال اغنام او مال ابقار. فبالتالي لانه اصلا الميتابوليزم الطبيعي مالته هو على النباتات، فالخليه من تجيها بروتينات يعني حيوانيه، فبالتالي الميتابوليزم راح يصير بتاثير، وبالتالي ممكن يصير ميوتيشن الخليه يظهر لنا بها هاي الميوتيتد بيريون اللي ممكن تظهر لنا فيه. طبعا بالنسبه ل ظهور هاي الحالات بعد اللونج انكوبيشن بريد ممكن انه يسوي كلينيكال انس ويصير بروجريسف ديتريوريشن، تنكس قوي بالنسبه للجهاز العصبي، وبالتالي ممكن يصير ديث خلال اسابيع واشهر بعد ظهور الاعراض المرضيه. لانه عاده قلنا اذا صارت اصابه للجهاز العصبي سنترال نيرف سيستم فتكون الحاله اغلب شيء تنتهي بالديث او بالديسابيلتي. سام سلو فايرال انفكشن مثل عندي هاي اللي حكينا، هاي تكون هنا نسميها تيبيكال فايروسز او تيبيكال سلو فايرال انفكشن، اللي هي موجوده كحاله البوليوما فايروس. البوليوما فايروس مثالها البروجريسيف مالتي فوكال ليكو انسيفالوباثي جون كانينغهام، يسمونها حاله جون كانينغهام اللي هي بروجريسيف مالتي فوكال ليكونسيفالوباثي، هاي في حالة وجود البوليوما فيروس. أو سب أكيوت سكلوروزنج بان انسيفالايتس هاي بالميزلز فيروس. فإذا قلت لكم انطوني مثلا كمثال للتيبيكال فيروس ذات كوز تو سلو فيرال انفكشن، تقول لي البوليوما فيروس السبب لنا بروجريس مالتي فوكال ليكوسايت انسيفالوباثي، أو الميزلز فيروس السبب لنا سب أكيوت سكلوروزنج بان انسيفالايتس. فهاي عندنا مثالين رئيسيات بالنسبة للتيبيكال. أما الأتيبيكال اللي حكينا سابقاً اللي هي السكريبي بالنسبة قد يكون كريزي كام سيندروم سبونجو مالايتس، وممكن بالنسبة للهيومن كيورا والكريزفولد بار انفكشن. إذا عندي هذا بالنسبة للسي ان اس. إذا عندكم سؤال واستفسار طلاب عيني، طلابنا إن شاء الله واضحة دكتور. واضحة ان شاء الله. اذا اي يعني شيء ما واضح حتى لو بالحضور ممكن نعيد شرحها لا بأس. يعني بالكونجنيتال بار انفكشن هذا تدي له خصوصيه، لانه راح انه يرتبط بمرض الروبيلا اكثر شيء والسيتوميغالا فيروس. بعض الفيروس ممكن تسوي كونجنيتال ابنورماليتيز تشوهات خلقيه. فالفيرال ديزيز برودوس ان ذا هيومن فيتس دائما هنا يصير بالهيومن فيتس في حاله البريجننسي. طبعا هنا الموست ماترنال فايرال انفكشن دو نوت ريزلت ان فايريميا اند فيتال انفولفمنت. بالنسبه لحالات الاصابات اللي تصيب الام اغلبها ما تسبب فايريميا، لانه اذا صارت فايريميا راح تنتقل للفيتاس وبالتالي يصير انفولفمنت. ففي حاله السيريس دامج للفيتاس، اذا صار دامج للفيتاس طبعا هنا في الحاله ممكن الفيتاس يعرض اما للابورشن، ممكن يصير كونجنتال ابنورماليتيز. فعندي اكو برنسبلز هي تحدد لي 3 برنسبلز تحدد لي اذا كانت هذا الفايرال انفكشن يصير كونجنيتال، يسوي كونجنيتال ديفكت او ما يسوي. مو كل الفايرال انفكشن تصيب الومن او البريجننت وومن وتنتقل يعني او تصيب البريجننت وومن ممكن انه تكون نهايتها كونجنيتال ديفكتس. فشنو هاي البرنسبل القواعد الاساسيه؟ القاعده الاساسيه ذا فيرست برنسبل از ذا ابيليتي اوف ذا فايروس تو انفكت the pregnant woman and then transmit the fetus. يعني قابليته على انه يصيب الام وبعدين ينتقل من الام الى الفيتس من خلال الترانسبلانت او من خلال الاوفا او من خلال الطرق المختلفه، انه شلون يوصل للجنين باي طريق ممكن. يعني ما مثلا قبل يعني اثناء تكوين الاوفا مثلا.
او انه بعد ما يصير بريجننسي يصير مثلا ينتقل من خلال البلاسنتا وهكذا. اذا هذا الشرط الاساسي الاول انه الفيروس لازم يصيب الام الحامل وبالتالي ينتقل الى الفيتس. الشرط الاخر stage of gestation period at which infection occur، يعني مرحله الحمل ايش وقت صار الانفكشن، في اي مرحله مراحل الحمل. عندنا احنا 3 ترايمستر، فيرست ترايمستر وسكند ترايمستر وعندي الثيرد ترايمستر، فكل واحد بي 3 اشهر. يعني هل حصل الانفكشن هذا للفيروس انفكشن للام يعني وانتقل للطفل خلال 3 اشهر الاولى او 6 اشهر او الثلاث اشهر الاخيره؟ فبعض الفيروسات مثل عندنا الروبيلا شرط انه دخول او انتقال الفيروس بالفيرست ترايمستر او السكند ترايمستر حتى يكون الى قابليه على احداث الكونجنتال ابنورماليتيز. الشرط الاخر ايضا the ability of the virus to cause damage to the fetus directly or indirectly by infection of the mother resulting in an altered fetal environment. يعني عندي مثلا هذا الفيروس قد يكون إلى قابلية ينتقل من الأم الـ pregnant woman to the fetus، ويكون بالشهر الأشهر الموجودة اللي يكون typical infection اللي هي مثل first trimester أو second trimester على سبيل المثال. لكن الفيروس هذا هل هو إلى قابلية أن يسوي دمج من وصل للفيتس، إلى قابلية يسوي دمج للأورجنز مالت الفيتس أو لا؟ زين، حتى يسوي conjunct abnormalities أو يعني مباشرة يضرب لنا الفيتس ويسوي دامج إلى، أو أنه من خلال المحيط اللي يعيش به الفيتس مثلا ارتفاع مستوى مثلا الفيبر، يصير حالة فيبر، وبعض من ترتفع الفيبر يصير فيتال يعني altered fetal environment، ممكن بصعود الفيبر أو درجة الحرارة، بالتالي بعض المواد اللي يعني ترتفع مثل الكورتيزون، الكورتيزون يعني ممكن انه يؤدينا الى حصول مثلا الابورشن او حصول حالات الكونجنتال ابنورماليتيز. فهاي البرنسبل 3 برنسبلز مهمه جدا، اذا توفرت 3 برنسبلز ممكن انه الفيرال انفكشن يؤدي الى الكونجنتال ديفكتس. هاي تسلسل المراحل the sequence of these events that may occur prior to and the following viral invasion of the fetus. ممكن انه طبعا هاي تسلسل الاحداث ممكن تصير اما انه بعد او قبل ما يغزل الفيروس للجنين. فاذا توفرت هاي البرنسبلز فنسبه كبيره احتمال كبير انه يصير congenital defects. طبعا اكو نسب محدده، ليس كل هاي اذا توفرت كل هاي البرنسبلز 100% راح يصير عندي congenital abnormalities، لا، نسبه معينه. عندي مثلا اذا كان بالسمستر الاول ايش قد النسبه المئويه؟ اذا كان بالسمستر الثاني ايش قد النسبه المئويه؟ بالسمستر الثالث هل يصير صفر او يعني رير؟ نعم. واضح طلاب؟ نعم دكتور واضح. نعم. هاي عندي الرسم المخطط، هذا سكيماتيك فيجر للمراحل مال عبور الفيروس، شلون الفيروس يعبر. الفيروس هذا عندي وعندي سسبتبل بريجننت وومن، يعني ام موجوده حامل وتكون يعني متقبله للاصابه بفيروس معين. فهي بريجننت، فالنتيجه مالتها طبعا هنا باعتبار صار ماترنال انفكشن، فاما يصير للطفل ابورشن أو الطفل الولد طبيعي نورمال، باعتبار أنه يا أما توصل الإصابة للطفل فيصير إنفكشن ويصير أبورشن أو ما يصير. في حالة أنه هنا شنو عبر الفيروس عبر للطفل عبر الفيتس للجنين، صارت هنا مثلا عندي الإصابة للأم وهنا الفيروس عبر لل الجنين من خلال الفاجينا ووصل الى الامنيوتيك ساك اللي هو يحيطنا الجنين وصار انفكشن وصل الى الجنين. هذا المؤشر طلاب جاوبني مؤشر تشوفونه قاعد طلاب مؤشر موجود دكتور. نعم اذا عندي هاي نعم هاي الحاله الاولى من خلال الفاجينا صار انفكشن، انتقل الانفكشن من خلال الفاجينا راح الامنيوتيك اللي يحيطنا الجنين فصار الجنين هنا مصاب.
الطريق الثاني من خلال الأوفا، يعني البيضة المخصبة هنا هي أصلا صار بها انفكشن بمرحلة التخصيب، فممكن الفيتوس يكون مصاب أصلا، أو حالة فايريميا، حالة فايريميا صارت حالة فايريميا فانتقل الفيروس من خلال هاي الفايريميا إلى البلاسنتا، ومن خلال البلاسنتا راح إلى الفيتوس. بكل الأحوال بهذه الطرق الثلاثة إذا عند الفيتوس مصاب، الفيتوس هنا مصاب بهذا الفيرال انفكشن، فعدة احتمالات، يا أما الفيتوس يصير نورمال يعني البارتورشن نورمال وينولد الطفل طبيعي، أو أنه يكون مصاب بلس ماينس، قد يكون يصاب أو ما يصاب، يعني توصل الإصابة وقد يصاب بنسبة معينة زين بدون ما يصير له شنو أبورشن، واضح؟ يصير إصابة وينولد طبيعي لكنه يكون مصاب يعني حامل الإصابة بنسبة معينة، أو أنه قد يصير له ديث، خسر لديث إما نتيجة الأبورشن أو ستيل بيرث. أبورشن يعني ينطرح الطفل، يصير الأبورشن وينطرح خارج، أو يبقى داخل الرحم فيسوي سيرجيكال أوبريشن ونطلعه لأنه راح يصير ديث. أو احتمال يصير مالفورميشن، مالفورميشن هنا بالحالة مالفورميشن، يا أما الطفل ينولد وبها تشوهات الخلقية أو يموت داخل اليوترس. المالفورميشن ده طبعا اذا صارت الاصابه في مراحل يعني التكون الجنيني، وشون ليش يصير مثلا مالفورميشن او كونجنيتال ابنورماليتيز، لانه هنا الفيروس يوصل للجنين وهو في مرحله تكوين الاعضاء، مرحله تكوين الاعضاء الاورجانوجينيسيس، فبالتالي ممكن انه يصير تشوه خلقي نتيجه هاي الحاله، فهاي نسبه معينه من النسب الرئيسيه يعني شوفها، مو كل الحالات تصير بيها malformation أو congenital abnormalities. نعم شوفت. إذا هسه عندي هذا الجدول نتكلم عنه إن شاء الله خلص محاضرتنا أو